Le monde est en état de choc. Un groupe de terroristes a réussi à prendre le contrôle de très larges territoires en Syrie et en Irak. Le monde peut être dangereux et cruel. Même si tu as peur. Efforce-toi d'être courageux qu'elle. Et prends sa vie en exemple. Ta maman qui t'aime, Fatima. Est-ce que ta mère t'a raconté l'histoire de la dame du paradis? Elle était une fille remarquable, exceptionnelle. Du prophète Mohammed, la paix soit avec. Mon heure est proche. Après, ma chère Fatima, vous allez affronter de nombreuses épreuves. À présent, mon père n'est plus là pour nous guider. Le mal est avec ceux qui éteindront la lumière de la vérité. Tu vas laisser une femme nous dicter ce qu'on doit faire? On va la brûler dans sa maison. Votre avidité sera jugée par Allah. Je méprise ce monde qui est devenu un terreau de violence. Son ombre sera projetée sur de nombreuses générations à venir. Il y a des gens dont la foi est si forte qu'ils donnent de la force à tous ceux qui les entourent. La plus grande chose dans cette vie et dans l'au-delà, c'est la diffusion de la paix dans le monde. La bonté de Dame Fatima a inspiré les gens à affronter leurs oppresseurs, quel qu'en soit le coût. Son héritage est toujours vivant. يقول هل يجوز تمثيل الأنبياء والصحابة؟ أما الأنبياء فصدرت الفتوى في هذا أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء وتصويرهم، ويكفينا أن الممثلين في الأصل، الإنسان لا يكون ممثلا وهو رجل صالح في الجملة، لأن غالبا هؤلاء الممثلين يعني لا يصلون لدرجة يعني درجة إجادة التمثيل حتى يمثل أفلاما ومسلسلات، وغالب هذه الأفلام والمسلسلات يعني فيها من الفجور ما الله به عليم. وهذا الذي يمثل دوره النبي مستحيل أن يكون يعني هو رجل صالح 24 ساعة في المسجد وكذا، يجيبونه بس على مثل دوره، ما يجيد أصلا التمثيل، وإنما يجيد التمثيل من مارسه، مثل كثيرا في أفلام ومسلسلات وتمثيليات، واللي يكون يعني مما يعدون. فالقصد أن هذا الرجل اليوم يمثل دور نبي، غدا يمثل دور سكران، بعد يوم يمثل دور زير نساء، رابع يوم يمثل دور زنديق، خامس يوم يمثل دور أبو جهل، وهكذا يعني يدور على هذه الأدوار. فبعض الناس خاصة الأطفال وغيرهم وغيرهم قد يعني الصورة الذهنية عنده عندما يرون هذا هو نبي الله موسى أو عيسى أو يوسف أو زكريا أو اللي يكون أو محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أجمعين، يرتكز أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. شوي ولا شايفه سكران أو يضاجع امرأة أو يكذب أو زبال أو ما شابه ذلك من الأمور، طيب فيصير عنده اضطراب في الشخصية. شخصية النبي قد تبقى عنده في الذهن أن النبي يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا والعياذ بالله، هذا لا شك أنه لا يجوز. وأما الصحابة فأيضا صدرت الفتوى بهذا، والعلة واحدة، والعلة واحدة، وهذا يعني الأنبياء يعني يعتبرون من شعائر الله حقيقة، ولا بد من تعظيم شعائر، هؤلاء رسل الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أبدا أن يمثل شخصيات الأنبياء وحتى الصحابة، الصحيح أنه لا يجوز تمثيلهم، وهذا الذي فيه الفتوى والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا حرصنا ألا يمثل دور المعصوم ممثل
بشخصه وهيئته وشكله، لأنه كيف نضمن أنه هذا فيما بعد بالنتيجة هذا أصلا سوق الأفلام سوق فاسد أساسا، والممثلين شنو أفسق الفسق عادة، ويروح يمثل اليوم دور إنسان صالح باكر يمثل له دور واحد فاسد مثلا. أي مثل ما بلغنا مثلا بعض هذه المسلسلات الإيرانية، يعني يأتون بممثلين عاديين مع الأسف يمثلون أدوار مقدسة، شخصيات أنبياء عليهم السلام، شخصية السيدة مريم مثلا عليها السلام، وثم بعد ذلك تجد هذه الممثلة أو ذلك الممثل في أفلام أخرى يذهبون ويمثلون أدوار محرمة أو لا تليق، فهذا يدخل هتكا على الشخصيات المقدسة لا يجوز. أما مع حفظ المقام وحفظ الجلالة والقداسة والبعد عن كل ما يدخل هذا الهتك على هذه الشخصيات المقدسة، فمن ذا يقول، من ذا يفتي بأنه هذا محرم؟ يعني لطالما جسد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بعض التشابيه أو الأئمة الأطهار عليهم السلام، لطالما صار رسم رسومات هنالك موجودة، مع أنه بعضها فيها إشكال في الحقيقة بسبب طبيعة هذا الرسم، لا الرسم من حيث الأصل أو من حيث المبدأ. فهذه مسألة أنه لا يجوز إظهار المعصومين مثلا عليهم السلام، هي لا تعدو كونها ثقافة فقط، يعني شيئا تعارف عليه الناس بشيء ما، مع أنه هنالك من أظهرهم يعني قبل هذا الفيلم، وكما قلنا في أفلام الإيمان. يعني أفلام ومسلسلات أصلا أظهروا الإمام الصادق مثلا عليه السلام، الإمام الباقر جابوا ممثل عادي مثل الإمام الرضا عليه السلام، جابوا الحسن والحسين عليهم السلام، فأي فرق يعني؟ على الإنسان أن لا يبتدع في دين الله شيئا، الأصل عندنا في الأشياء ما هو، الحرمة أم الإباحة؟ الإباحة. أما هذه الإباحة تسير وأنت في الطريق دون أن ترتكب حراما، تحرص على أن تحافظ على الموازين الشرعية والحدود الشرعية، وهذا ما نجح فيه هذا الفيلم بحمد الله تعالى. وتلاحظون أن هنالك بالنتيجة متدينون ومتشرعة حضروا هذا الفيلم وشاهدوا في صالات السينما، وما رأوا فيه شيئا مما يعني يمكن لا سمح الله أن يخل بقداسة المعصومين عليهم السلام، بل على العكس شخصيات المعصومين عليهم السلام في الفيلم مركبة بتقنية الجرافيك ولكنها تبدو طبيعية، فمن يرى يعني الفيلم ما يستشعر الفرق بين السي جي آي، يعني بين التقنية الحديثة اللي تصور الشخصية وما بين التمثيل العادي، لأنهم تقدموا كثيرا بهذه التكنولوجيا وإحنا اعتمدناها، لأنه كما تعلمون لا أحد يستأهل أن يعني يمثل أو يأخذ دور المعصوم الكامل، ماكو أحد يعني حتى لو كنا أتقل أتقل. فقلنا أحسن طريقة أن تركب شخصيات المعصوم بالتقنية الجرافيكية، تقنية السي جي آي، أفضل إتقان وجودة ممكنة. أنت تشوف الفيلم هذه الشخصية المجمعة كمبيوتريا ما تصدق هذه شخصية مو حقيقية، أنها مصنوعة بالكمبيوتر، إلا تشوف بعينك ما وراء الكواليس شلون صمموا الشخصية. التكنولوجيا هي الأفضل الآن، أفضل أنواع التكنولوجيا، ومن قطر الفيلم مكلف 10 ملايين باوند إلى الآن، 12 مليون دولار إلى الآن في وصف رسول الله. شوف الدقة المتناهية اللي أنا أتذكر حتى أهل الفيلم كانوا يتعجبون، هذول النصارى اللي كانوا يعملون معنا بالفيلم، لأن قلنا لهم هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وآله، لما تصنعون الشخصية بالسي جي آي تخلون لنا 17 شعرة بيضاء في كريمته صلى الله عليه وآله في ذقنه. قال صدق داخل انجنة أصلا. قال How did you know؟ شو بدريكم؟ شو تعرفوا؟ شي قبل ايفو 400 سنة كده. مو انتم ما عندكم مثل الذي عندنا. احنا من هلقد كانوا مهتمين المعاصرين لرسول الله مثل ابي هالة، هذا الذي كان وصافا فوصف النبي الاعظم صلى الله عليه واله، موجودة رواية طويلة في الكولين الكافي الشريف، 17 شعرة بيضاء في كريمته في لحيته. شوفوا الدقة،
محاسنه كيف، طول اشقد، شكله شلون، هيئته كيف، منامه كيف كان، اكله كيف كان، قيامه وقعوده كيف كان، مشيته كيف كانت، حسه، صوته شلون كان يلتفت. احسنتم، كان يلتفت بجميعه، يعني ما يلتفت يسوي هالشكل، يلتفت بكل بدنه. شوف الدقة، ما لون بشرة محمد صلى الله عليه وآله؟ أحسنتم، بيضاء مشربة بحمرة، أزهر اللون صلى الله عليه وآله.